في عبادتين لو انت عملتهم هيحصل مفاجآت في حياتك. في عبادتين لو انت عملتهم هيحصل مفاجآت في حياتك. مفاجآت ايه هما العبادتين دول؟ الاستغفار واذكار الصباح والمساء. الاستغفار وايه؟ واذكار الصباح والمساء. يعني يحصل مفاجآت، هتفاجأ ان في مشاكل بتتحل في حياتك لم تكن تتخيلها. ازاي؟ تشخيصنا لمشاكلنا غلط يا جماعه. هتلاقي الشاب جاي انا مش عارف اتجوز، انا اموري الدنيويه صعبه، انا مش لاقي وظيفه، انا نفسيتي تعبانه، انا حياتي متبهدله، انا مش عارف اقوم ليل، انا مش عارف التزم، انا مش عارف اتوب، انا حياتي ملخبطه، انا مش عارف مالي، انا مش عارف الدنيا مسدوده في وشي ليه. تلت مشاكل حياتك بسبب عقوبات ذنوب، خد بالك، وتلت مشاكل حياتك بسبب اللي الشياطين عاملاه فيك والحسد، شياطين والحسد والسحر والحاجات دي كلها، وباقي مشاكل حياتك بسبب بقى ايه؟ ابتلاءات، بسبب بقى ايه؟ ان انت نفسيتك بقى، ان انت ما انتش بتخطط لحياتك كويس، ما انتش عارف تعمل حياتك كويس. يبقى اذا حوالي تلتين مشاكل حياتك بسبب الشياطين والحسد من ناحية، وبسبب ذنوبك وعقوبات ذنوبك من ناحية. يبقى انا لما استغفر بشيل ايه؟ عقوبات الذنوب. لما بدمن الاستغفار يبقى شلت جزء من مشاكل حياتي التي لم اكن اتخيل انها بسبب الذنوب. طيب لما حافظ على اذكار الصباح والمساء، حفظ من الشياطين، حفظ من الحسد، حفظ من السحر، حفظ كامل باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى انا رفعت عن حياتي كمان ايه؟ حاجات اللي بسبب الحسد وانا مش واخد بالي، حاجات اللي بسبب الشياطين. الشياطين مبهدلانا في حياتنا واحنا مش حاسين، مبهدله الناس اللي سايبه الاذكار واذكار الحفظ واحنا مش واخدين بالنا. يبقى انا عايز اقول لك ان عبادتين هيعملوا مفاجاه في حياتك: ادمان الاستغفار واذكار الصباح والمساء. ليه؟ لانهم باذن الله تفاجأ بعدهم ان في حاجات بتتغير في حياتك وانت مش عارف اتغيرت ليه، لان كانت الذنوب زائد الشياطين مبهدلك في حياتك وانت ما انتش حاسس. يبقى اذا يا اخواني في الله هيفضل طولت بس في حياتك اللي هو الابتلاءات بقى والمشاكل بتاع الحاجات دي بالدعاء زائد السعي ان شاء الله في حلها تتحل. يبقى اذا في ثلاث حاجات لو دخلوا في حياتك يقلبوا حياتك. حد يعرف يقولهم لي؟ رقم واحد الاستغفار، ادمان الاستغفار. رقم اتنين اذكار الصباح والمساء. رقم تلاتة الدعاء. رقم تلاتة الدعاء. شخصوا المشاكل صح يا جماعة. الراجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له حياتي متلخبطة، مش عارف اجمع حاجة من امور الدين في حياتي، الدين حاجات كتير والدنيا حاجات كتير، مش عارف اجمع، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له لا يزال لسانك رطبا ايه؟ بذكر الله. قال لا ذكر يا رسول الله، المفروض كنت تدي له قواعد علم الاداره، كنت تدي له كلام التايم مانجمنت بقى وازاي ادير وقتي. النبي عليه الصلاه والسلام دله على الذكر اللي لو داوم عليه هيورث معيه الله، ولو ربنا معاه في الحياه هيعينه على كل حاجه، لانه هيتعامل مع الحياه بحول الله وقوته مش بحوله هو قوته. يا جماعه عايزين حلول ربانيه للمشاكل اللي احنا عايشين فيها.